السلام عليكم، مرحبا بكم في بيلوتي بيرفورمانس بالدارجة. هذه السلسلة اللي غادي تكون متكونة من فيديوهات، دي بودكاست، مقالات وبعض تحاليل بعد مباريات وكل ما كيتعلق بكرة القدم الحديثة. في البداية غادي نتكلموا على تقنية الذكاء المعزز لكرة القدم، حيت التقنية هذه اللي تم التجريب ديالها خلال كأس العرب 2021 بقطر، وبعد ذلك تم استعمالها رسميا في كأس العالم 2022، وكانت تجربة جدا ناجحة بحيث أنها استطاعت تطور كرة القدم، وشفنا أنه كانت كأس العالم من أحسن النسخ. غادي نتكلموا كذلك على كل ما كيتعلق بالهاي بيرفورمانس أو للأداء العالي في كرة القدم. غادي نبداو بالتغذية الرياضية الصحية والسليمة واستعمال المكملات الغذائية والدور ديالها المهم جدا للحفاظ على المستوى العالي في كرة القدم، وكيفاش أن اللاعبين المحترفين كيتعاملوا مع التغذية خلال التدريب ديالهم، وكذلك يوم المباراة، قبل المباراة وبعد المباراة، الوجبات ديالهم واستعمالهم للمكملات الغذائية. كما اننا غادي نتكلموا على استراتيجيات الاستشفاء او ما يعرف بالانجليزيه بالريكوفري وبالفرنسيه بلا ريكوبيراسيون. هذه العمليه اللي مهمه جدا في المستوى العالي، واللي الانديه والمنتخبات الكبيره كتعطيها واحد الاهميه كبيره بزاف، خصوصا انه في السنوات الاخيره ولينا كنشوفوا ان اللاعبين ولاو كيلعبوا مباريات كثيره في ظرف وجيز، وبالتالي فهاد العمليه عمليه جد مهمه باش نحافظوا على الطراوه البدنيه ديال اللاعبين، الجاهزيه ديالهم. كما اننا غادي نحاولوا نتكلموا على موضوع مهم اللي هو استعمال التكنولوجيا في كره القدم الحديثه، حيث انها ولا عندها واحد التطور مهم جدا، لدرجه ان معظم الانديه الكبيره او المنتخبات الكبيره ولو عندها دي سيلول او لا دي ديبارتمون اللي خاصين بالابحاث وبالابتكارات، اللي كيحاولوا انهم يبحثوا على اي وسيله اللي كتساعد انها تطور الاداء ديال اللاعبين ديالهم والانديه ديالهم. فالتكنولوجيا في كره القدم الحديثه ولات شي حاجه اللي ضروريه ومهمه. كذلك غادي نقومو بتحليل بعض المقابلات ديال المنتخبات ديالنا الوطنيه باستعمال احصائيات وبيانات اللي كتعتمد على الذكاء المعزز في كره القدم، وكذلك غادي نحاولوا نتابعوا بعض اللاعبين ديالنا اللي كيزاولوا في الخارج بالارقام وبالصور وبالاحصائيات، خصوصا اننا مقبلين على كاس افريقيا. اننا غادي نحاولوا نديروا اطلاله على الانديه الوطنيه ونحاولوا نديروا مقارنه مع الانديه المحترفه الكبيره باش نعرفوا شنو الفرق اللي كاين وفين كاين المشكل، باش كنشوفوا هاد التباين في الاداء ديال الانديه ديالنا والمنتوج الكروي الوطني ديالنا. غادي نحاولوا كذلك نديروا بعض التحاليل لبعض المباريات المهمه باستعمال احصائيات وباستعمال كذلك الذكاء المعزز في كره القدم. هادشي كامل غادي نحاولوا نديروه بالدارجة وبلغة جد مبسطة، باش اننا نحاولوا نطوروا المنتوج الكروي ديالنا، خصوصا اننا مقبلين على تظاهرات كبيرة منها كأس افريقيا وكأس العالم وتظاهرات اخرى اللي قادمة ان شاء الله. شكرا
شكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش تخليوا لنا ملاحظات ديالكم أو أي اقتراحات لأي موضوع اللي بغيتون تناولوه. نتلقاو قريب في الحلقة الأولى إن شاء الله. السلام عليكم.